أحسن الله إليكم. يقول هذا هل حجامة تعالج السحر؟ ها؟ حجامة. نعم، الحجامة شفاء وتنفع بإذن الله من الأمراض الحسية والمعنوية، فتنفع في علاج العين وفي علاج السحر. وجيد لو جمع الإنسان بين الحجامة والرقية فيرقي نفسه أثناء الحجامة، فهذا يفيد جدا. وهناك أشياء دلت عليها تجربة السلف لا بأس من استعمالها في علاج السحر، مثل أخذ 7 ورقات سدر خضراء ودقها ووضعها في الماء والشرب والاغتسال من هذا الماء، فهذا ينفع. ولو أضيف إلى هذا الرقية لكان أحسن. كذلك جمع الزهور البرية ومن البساتين ثم غليها في الماء ثم الشرب والاغتسال، فهذا ينفع بإذن الله. إذا جمع معه الرقية فهذا طيب. وكذلك مما دلت عليه التجارب الصحيحة الاغتسال بالماء البارد جدا، فإن هذا إذا جمع مع الرقية ينفع إن شاء الله، ويكون من باب العلاج بالأمور الحسية مع الرقية التي هي علاج معنوي. نعم.